مشاهدينا عبر قناة أوراس، نحييكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من تكافل. يلقي وباء كوفيد-19 بثقله على الوظائف بشكل أكبر مما كان يخشى في السابق، حسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة أمس الأربعاء، مع خسارة مئات الملايين من الوظائف، فيما يرضخ العمال تحت وطأة تراجع هائل في مداخلهم. العمال في الدول النامية والناشئة، وخصوصا أولئك العاملين في وظائف غير رسمية، تضرروا بشكل أكبر مقارنة بأزمات أخرى. وقال مدير المنظمة جاي رايدر في ندوة صحفية أن التداعيات كانت كارثية، مشيرا إلى أن دخل اليد العاملة على مستوى العالم تراجع بنسبة 10.7% خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في عام 2019. تحديات صحية وإجراءات الإغلاق والقيود على التنقل والسفر وتدابير أخرى اتخذت للحد من تفشي الفيروس كانت تداعياتها مدمرة على الوظائف والمداخيل في أنحاء العالم. كبد فيروس كورونا الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، لا سيما في قطاع العمل، ما دفع الدول الكبرى حول العالم إلى طرح برامج لحماية سوق العمل فيها ودعم الموظفين في القطاعين العام والخاص. خسائر مفزعة والمتوقع يحبس الأنفاس، أزمة قتلت ملايين الأشخاص وتفتك بالحياة المهنية لملايين الموظفين، أزمة لم يشهدها العالم من قبل منذ الحرب العالمية الثانية. أي لقاح سيشفي الاقتصادات أو يخفف عنها الآلام الحالية والمتوقعة؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من تداعيات الجائحة على العمال والموظفين خاصة في الدول النامية؟ ما هي الإجراءات العاجلة والواسعة على مستوى الحكومات والدول لحماية العمال وتحفيز الاقتصاد المعلول؟ نتابع مزيد من التفاصيل في التقرير التالي ونعود ولنناقش الموضوع. هذا الموضوع مشاهدينا أسعد باستضافة كل من الأستاذ نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي معي من بريطانيا عبر خدمة سكايب، كما أسعد أيضا باستضافة الدكتور عبد النبي أبو العرب أستاذ جامعي في الاقتصاد سيكون معنا من الرباط أيضا. سيلتحق بنا مجموعة من الضيوف لاحقا، الدكتور أحمد درطار الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي سيكون معنا من الجزائر، والأستاذ ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي سيكون معنا من باريس، ورضا الشكوندالي الأستاذ الجامعي في الاقتصاد سيكون أيضا معنا من تونس. أسعد باستضافة ضيوفي الكرام لإثراء النقاش. أستاذ نهاد إسماعيل، تحدية صحية وإجراءات الإغلاق والقيود على التنقل والسفر وتدابير أخرى اتخذت للحد من تفشي الفيروس، فيروس كورونا الجائحة التي دمرت العالم اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا أيضا، كانت تداعياتها مدمرة على الوظائف والمداخيل في أنحاء العالم. كيف ترى لنا أو كيف تفسر لنا مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع، يعني المشهد العام وتأثيره على اليد العاملة خاصة في البلدان النامية؟ تحياتي لك وللضيوف الكرام وشكرا على الاستضافة. العالم مر بأزمات اقتصادية عميقة، كان أبرزها في القرن الماضي الكساد في الثلاثينات الذي أدى إلى انكماش اقتصادي هائل وشل الحركة الاقتصادية، ثم دخلنا في الحرب العالمية الثانية التي دمرت كل شيء، ومرت أزمة أيضا العالم بأزمة بالثمانينات، وأيضا في القرن الحالي عام 2008-2009 الأزمة المصرفية والتي لا نزال نعاني من بعض آثارها. ولكن كل هذه الأزمات تختلف عن أزمة كوفيد-19 أو الكورونا، لأن الكورونا لا تعرف حدود سياسية أو جغرافية، اخترق كل العالم، جلب ضرر كبير للصين شرقا وللولايات المتحدة غربا وكل الدول التي في أفريقيا وآسيا وأوروبا. لذلك الإجراءات لمنع انتشار وباء الكورونا وللحد
من الإصابات تم اتخاذ إجراءات قاسية، إجراءات مشددة، إغلاقات، كلها أدت إلى خنق الحركة الاقتصادية. ومن ضحايا هذه الإغلاقات هي الشركات، شركات الطيران، كذلك قطاع السفر وقطاع التجزئة والصناعة، وكل هذه تأثرت. وهذه الصناعات وهذه الخدمات لا تتم بدون موظفين، لذلك الموظفين والعمال هم عنصر حيوي، ويعني تعرضوا أيضا لنتائج هذه الخسائر. وطبعا تعرضوا لبعضهم للطرد، تم التخلص منهم والاستغناء عن خدماتهم، بعضهم تعرضوا لتقليل ساعات العمل أو حتى إبقاء ساعات العمل لكن تقليل الأجور، لأن ربحية الشركات العاملة قلت ونقصت، لذلك يريد تعويض هذه الخسارة. لذلك الخسارة كبيرة، أثرت على جميع القطاعات وأثرت على العمال بشكل عام. ولكن تقارير سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشير أن حوالي 1.6 مليار عامل غير رسمي في العالم مهددين، و60 مليون معرضين للمجاعة الحقيقية حسب أرقام البنك الدولي وتقارير قبل عدة أسابيع. لذلك الأزمة عميقة وحادة، والعامل خاصة في الدول النامية أو نسميها الدول الناشئة، حيث لا يوجد شبكة أمان لحماية دخل الموظف، يعانون أشد وأقسى العقوبات بسبب هذا الوباء. العامل في أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة أو مجموعة العشرين يحصل على دعم من الحكومة، دعم من دائرة الشؤون الاجتماعية ومن وزارة المالية، حيث أنهم يعوضوا عن الخسارة التي تلقاها من هذا الوباء. لكن ماذا عن الدول النامية؟ ماذا عن الدول التي هي في طريق النمو، دول العالم الثالث؟ دعنا دعنا الدول على مستوى وظائف، أيضا على مستوى الدول، هذه الدول تعاني من أعباء ديون ثقيلة جدا، يعني تجد نفسها تحت المطرقة، مطرقة الديون وسندان الكورونا. لذلك لديها أزمة عميقة جدا. ولكن الدول المتقدمة تستطيع التغلب على هذه الخسارات بطرق خلاقة ومبتكرة، كما رأينا في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة. أستاذ نهاد، دعنا نشارك الدكتور عبد النبي أبو العرب، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد معنا من الرباط. أهلا بك دكتور عبد النبي. دكتور، كان مدير منظمة العمل الدولية في ندوة صحفية، كان قد قال أن التداعيات كانت كارثية، تداعيات جائحة كورونا كانت كارثية على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن دخل اليد العاملة على مستوى العالم تراجع بنسبة 10.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة بالسنة الماضية 2019. كيف ترى الآن الوضع العام وتأثير هذه الجائحة على الاقتصاد العالمي، خاصة على اقتصاد دول العالم الثالث؟ شكرا لكم على الدعوة دائما في هذه البرامج القيمة وذات الصدى العالمي. بالفعل سيدتي، هذا التقرير يعني جاء بمعلومات مؤكدة مسبقا، لأننا نعلم حجم الأثر السلبي والآثار الوخيمة لهذه الجائحة على الاقتصاد بصفة عامة. وبطبيعة الحال أحد النتائج المباشرة لأي أزمة اقتصادية هي بالطبع ارتفاع العطالة وارتفاع مداخيل العمال، التي ترتبط بطبيعة الحال بالحالة الصحية للشركات، لأن هذه الأزمة لديها يعني
نتيجتين مترابطتين. الأولى هي تتعلق بالحالة الصحية للشركات. هذه الشركات التي توقف العديد منها عن العمل يعني بصفة كلية أو جزئية، وتوقفت مداخلها ومبيعاتها بطبيعة الحال، فهناك تأثر على هذا المستوى الأول. يعني من النتيجة الأولى لهذه الجائحة ولهذه الأزمة هي بداية على الشركات التي أعلن العديد منها الإفلاس، وللإشارة فقد ارتفعت نسبة إفلاس الشركات في كل دول العالم بصفة يعني مرتفعة مقارنة مع سنة 2009 و2008 التي عرفت انطلاق أزمة السب برايمز الأمريكية. فإذا اليوم نعيش رجة كبيرة على مستوى يعني الشركات والمقاولات التي تشغل العمول، وبطبيعة الحال كنتيجة مباشرة وطبيعية هذا الارتفاع المهول في نسبة البطالة في العالم، وكما أشار التقرير الذي أشرتم إليه إلى تراجع مداخل العمال بحوالي 3 مليار دولار، يعني 3000 مليار دولار، يعني هذا رقم ضخم ساير العديد من العمال ومن العائلات ومن الأفراد من الطبقة الشائعة بطبيعة الحال حالة من الهشاشة ومن الفقر، وكل التقارير تشير إلى أن نسبة الفقر في العالم سترتفع. فإذا هذا الأمر منتظر. كان للإعانات التي قدمتها الدول جل دول العالم بما فيها الدول في العالم نحكي، وأريد أن أشير في هذا الصدد إلى النموذج المغربي الذي قدم إعانات مهمة ولا زال يقدم إعانات للقطاعات الأكثر تضررا كقطاع السياحة. فبالرغم من هذه الإعانات تبقى يعني الخسارة كبيرة بالنسبة لهذه الطبقات، ولا قدر الله الأمور ستسوء في الأشهر المقبلة بطبيعة الحال بالنظر إلى المعطيات المتوفرة حاليا، وبالنظر إلى أن هذه الجائحة لا زال أمد حياتها ممتدا، ولا أحد يستطيع أن يقول أي متى ستنتهي هذه الجائحة. فإذا الأمور سيئة وسيئة جدا، خاصة كما قلتم بالنسبة للدول النامية، لأن هذه الدول لا تتوفر على يعني المقدرات المالية الضرورية، لا تتوفر لها الآليات المالية التي تتوفر للدول المتقدمة، ولأن واردات وب يعني العائدات التي تعود إليها من الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق مثلا بالسياحة. يعني عدد كبير من الدول النامية ومن الدول في العالم العربي وفي أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية يعني تعتمد على مدخول السياحة. ويمكن أن نضرب في هذا المثال في هذا الجانب المثال بالحالة المغربية التي فقد فيها القطاع السياحي حوالي 17 مليار درهم، وهذه خسارة كبيرة جدا. أيضا في تونس حوالي 10 يعني مليار دينار، يعني أموال كبيرة جدا يتم اليوم خسارتها في القطاع السياحي، وهذه خسارة بطبيعة الحال فيما يتعلق بعائدات هذه الدول، وما سيؤثر بالطبع بصفة مباشرة على قدرة هذه الدول في الاستمرار على دعم اقتصادياتها وعلى دعم هذه العمالة التي اليوم فقدت مداخلها. نعم دكتور عبد النبي، إذا ابقى معنا إذا سمحت. دكتور نهاد، دول اقترحت، دول أوروبية وأمريكا أيضا اقترحت حزمة من التدابير كما تفضلتم وسبق وتحدثت عنه، لكن هذه الدول كان لها حزمة التدابير كما قلت ومخططات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن الدول النامية دول العالم الثالث كما تفضل الدكتور عبد النبي أيضا قال يجب على الحكومات أن تكون لها استراتيجية فعالة في هذا المجال، لكن الحديث عن هذه الحكومات التي أنهكتها الديون الخارجية وما زالت تتخبط في هذا الدين الخارجي الذي يؤثر سلبا على اقتصادياتها، دول لها من الثروات ما
يقدر أن يوفر لها الملايين لإنقاذ هذا الاقتصاد. لماذا هذه الدول ما زالت ترضخ للسياسة الخارجية وللاقتصاد ويعني تحمل هذه أعباء هذا الاقتصاد؟ هذه الدول طبعا دول النامية أو الناشئة أو دول العالم الثالث تسمى أحيانا، تعاني من سوء إدارة، سوء تخطيط، أحيانا الفساد المستشري، وعدم الاهتمام بمستقبل المواطنين وازدهارهم. نجد معظمها دول غير ديمقراطية، لا تسمح بالحريات، كلها أمور معروفة لدى العالم. ولكن على نطاق عملي، مجموعة العشرين أو الدول المتقدمة حاولت أن تساعد تلك الدول بتمديد فترة تسديد الديون أو حتى إلغاء هذه الديون، لأن الديون تشكل عبء كبير وتضغط على ميزانيات هذه الدول، لأن دفع الفائدة على هذه القروض أو الديون أحيانا يزيد عن ربع الدخل القومي لتلك الدول. لذلك هذه الدول تحتاج إلى مساعدة، ليس فقط مساعدة مالية، بل بحاجة إلى نصائح وتقديم معلومات وتقديم تثقيف لرؤساء تلك الدول أن يأخذوا بعين الاعتبار مصلحة المواطن وليس النخبة السياسية الحاكمة. هنا الفشل الإداري والفساد هما العناوين البارزة في هذه الدول. لذلك نرى دولة مثل مصر غنية بالثروات وغنية بالكوادر العاملة إلى غير ذلك، إلا أن سوء الإدارة وسوء التخطيط وضعها في موقف صعب جدا، فهي رغم الغاز والنفط والزراعة وغير ذلك وقطاع السياحة، إلا أنها تعاني. لديها مديونية 114 مليار دولار، استقرضت عام 2020 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى المساعدات التي تستلمها من دول الخليج. نسأل لماذا مصر لا تعتبر مثل كوريا الجنوبية أو مثل تايلاند؟ لا، يعني هناك فشل داخلي إداري. لذلك هذه الدول ليست قلة المصادر وليس قلة الكوادر التي ترغب في العمل، ولكن سوء التخطيط من الأعلى، أن حكام تلك الدول لا يأبهون لمصلحة المواطن ولا يخططون للمستقبل. خذ الدول الأوروبية مثلا، تخطط لمشاريع بحدود 2050 أن يكون الهواء نقيا ولا يكون في سيارات تعمل على الديزل وعلى البنزين بحدود 2040. هذا غير موجود في دول العالم الثالث بسبب الفشل، وليس بسبب أنه لا يوجد موارد طبيعية. وتفضلت وقلت أنها بعضها غني جدا، ولكن كيف يستغل تلك الثروات؟ هناك حاجة إلى التثقيف والتعليم والتدريب المهني والتقني إلى غير ذلك، فهي تعاني من عجز داخلي. ولا عليها أن لا تلوم الاستعمار كما كان العرب يفعلون لمدة 50 عاما، كل صغيرة وكبيرة وكل مشكلة وكل عجز يلومون الاستعمار ويلومون الغرب وغير ذلك. لذلك عليهم العمل على تحسين أوضاعهم، ولكن بحاجة إلى إرشادات ومساعدات من البنك الدولي، من منظمات الأمم المتحدة، وكذلك من الدول المتقدمة. وهناك أيضا جمعيات ومنظمات تقوم بالعمل الميداني في تلك الدول، تقدم الإغاثة، تقدم النصائح، تقدم لهم خطط للري وزيادة الإنتاج الزراعي، لكن عليهم أن يساعدوا أنفسهم ولا يعتمدون كليا على المساعدات الخارجية. لذلك هذه مشكلة، سؤال صعب جدا الإجابة عليه، ولا يمكن تحديد دولة معينة، لكن نأخذ
أمثلة من الدول العربية، هناك فشل سياسي، هناك حروب العالم العربي، هناك 5 حروب قائمة الآن تمتد من الصومال إلى ليبيا ثم إلى العراق، نزاعات داخلية وقتل، هنا سوريا، كل أين تذهب الأموال التي تهدر في تمويل تلك الحروب؟ ثم أيضا هناك سياسات القمع والأنظمة المخابراتية وقمع المواطن، يعني هنا تتدخل السياسة بالناحية الأمنية وتؤثر على الناحية الاقتصادية تأثير سلبي كبير. لذلك علينا أن نرتب بيتنا الداخلي. خذي لبنان مثلا، النزاعات السياسية بين الأطراف أدت إلى أن المديونية في لبنان 170% من إجمالي الإنتاج المحلي، الجروس دوميستيك برودكت 170%، وهذا مبلغ هائل. لبنان لحقت الأرجنتين بالإخفاق في تسديد التزاماتها لدفع الديون المستحقة من قبل صندوق النقد الدولي ومن قبل بنوك عالمية. هذا فشل ذريع، لا نستطيع أن نلوم الاستعمار بل نلوم أنفسنا بالتقصير وعدم التخطيط. نعم، فشل داخلي وفشل سياسي يؤثر فعلا سلبا على المواطن وعلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن البسيط. دعنا نشارك معنا الدكتور أحمد طرطار، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي معنا من الجزائر. أهلا بك دكتور أحمد. دكتور أحمد، بلغة الأرقام، قد يدمر كوفيد-19 ملايين الوظائف حسب تقرير منظمة العمل الدولية التي كشف عن تأثير أزمة كورونا على سوق العمل في العالم. بلدان العالم الثالث، البلدان العربية بلدان المغرب العربي تأثرت بشكل كبير جراء هذا الفيروس. كيف ترى الوضع الآن الاقتصادي وتأثيره على اليد العاملة في البلدان المغربية؟ مرحبا بك أستاذة، مرحبا بضيوف الكرام، مرحبا بمستمعيك ومشاهديك. أهلا بك. هو في الحقيقة الوضع كارثي، يعني الآن بأتم معنى الكلمة، خاصة في منطقتنا العربية كما يتكلم الزميل منذ حين، يعني بسبب أولا الوباء المنتشر ومآثره وانعكاساته السلبية على كل اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى ما ينخرها من حروب داخلية، من تناحر سياسي حتى لا أقول سياسي، من فساد، لأن الفساد هو الذي أودى بهذه الدول إلى ما آلت إليه، سواء لبنان ولا سوريا ولا غيرها، أو حتى في منطقتنا تاع منطقة المغرب العربي للأسف الشديد. وثم جاءت جائحة كورونا فأتت على الأخضر واليابس، نتيجة عطل الأنشطة، نتيجة نقص القدرة على المجابهة الصحية، وهذا كل أدى إلى بروز ظواهر سلبية للأسف الشديد، لا سيما ما تعلق منها باليد العاملة اللي أصبحت تفقد من يوم لآخر يعني مناصب شغلها نتيجة هذا التوقف، يعني لا مقدر للأنشطة، نتيجة عدم وجود رؤية واضحة من طرف دولنا للأسف الشديد ومن طرف حكوماتنا لتفعيل فعل الاقتصادي البديل على الأقل، أو خلق يعني ورشات بديلة للأنشطة اللي كانت معمولة، بما يؤدي إلى الحفاظ على الحد الأدنى من اليد العاملة، وكذلك تمكينهم من على الأقل من تعويضات أجرية مثل ما هو موجود في الغرب للأسف الشديد، أو ما يسمى بالشومار اصطلاحا باللغة الأجنبية. للأسف الشديد هذا كله لا يوجد لدينا الآن، يعني نحن نترنح تحت وطأة يعني تأثيرات الوباء، ثم تحت وطأة تأثيرات يعني الفساد اللي مستشري بيننا بشكل فظيع جدا، خاصة في حكوماتنا في تسيير دوالب اقتصاداتنا، وكذلك بالنسبة للوضع السياسي المريب اللي هو موجود في شكل حروب أهلية أو ما شابه ذلك، سواء في سوريا أو في لبنان، رغم أنه يعني تبدو أفضل شوي لكنها موجودة على كما نقوله على شفير ساخن. أيضا في العراق اللي هي ما زالت في حد الساعة تضمت جراحة، وإلا في بقية المناطق الأخرى الصومال وغيرها، للأسف الشديد نحن كأننا خلقنا في هذه يعني في هذه الحقبة لكي نجتر كل المعاصر السلبية نتاع النظام الدولي القائم، النظام الرأسمالي القائم،
وانعكس علينا سلبا، وبوب لنا حكومات للاسف الشديد لا تخدم الا مصالحه او مصالحها الذاتيه، وهذا ما خلى يعني اقتصاداتنا الان متاخره، يعني حتى لما نقارن مع الاقتصادات الناشئه في بقيه دول العالم الثالث خاصه الاقتصادات في افريقيا، يعني نهضت بعدنا، استقلت بعدنا ونهضت بعدنا، وجابت الحروب الاهليه فيما بينها بعدنا، لكن الان راح تستقر وتستنهض من جديد، ونحن نتاخر للاسف الشديد ونزداد غلوا في معاداه بعضنا البعض مثل ما هو موجود الان في منطقه الخليج وفي بقية مناطق أخرى للأسف الشديد. نعم دكتور عبد النبي أبو العرب، ما رأيك الآن البلدان العربية، البلدان المغرب العربي التي تتمتع بثروات ضخمة يجعلها تعيش في بحبوحة، أثر عليها الفساد، أثرت عليها السياسات الداخلية، أثرت عليها الحروب والنزاعات سلبا لتأثير كبير على اقتصادها وعلى المواطن، الشيء الذي أثر على حياته الاجتماعية وتوفير أقل شيء هو العيش الكريم في هذا البلد. إلى متى تبقى هذه الدول الغنية تتخبط في هذه النزاعات وتتخبط في هذه السياسات الخارجية وتتخبط أيضا في المديونية الخارجية التي لها التأثير الكبير؟ دكتور عبد النبي مرحبا، أنا أسمعكم. نعم، هل سمعت السؤال؟ لا، سمعت السؤال جيدا. نعم تفضل. للأسف الشديد العالم العربي هو خارج تاريخه، هو لازال يعاني من عقلية مستبدة بالحكم، مستبدة بأمور الناس، وهذه الأمة العربية عاجزة عن التفاهم، عن الحوار، عن التنسيق، لا تؤمن بوجود مصلحة عربية عامة، ليس هناك تعاون، ليس هناك تنسيق. انظروا إلى ما يقع في القضية الفلسطينية، هذه الدولتين العربيتين اللذين خالفتا من الإجماع العربي، وفي هذه المرحلة الدقيقة اختارت التطبيع بهذه الطريقة. ليس هناك يعني عندنا مستويات القدرة على التنسيق والتواصل والتعاون بين هذه الدول التي للأسف تتوفر على مقدرات كبيرة وعلى إمكانات وعلى سوق داخلية عملاقة بين الدول العربية ومرتبطة بالجغرافيا وبالتاريخ وبالدين وباللغة وبالمصالح الاستراتيجية، ولكن كما قلت العقلية اليوم التي تحكم هذه البلدان هي تفكر قبل كل شيء في المصالح الشخصية وفي مصالح الطبقة الحاكمة وفي مصالح يعني القبيلية بهذا المفهوم، لأن العالم العربي لا زالت تحكمه عقلية القبيلة وعقلية الانتماء الإثني كما عاشت ليبيا. ليبيا اليوم تعاني من تبعات هذه العقلية التي حكمت ليبيا لعقود، وكذلك سوريا وكذلك اليمن وكذلك دول الخليج. فللأسف نحن حبيسي هذه المنظومة القبلية الاستبدادية، واليوم نؤدي ثمنها لأننا نعيش كما أشرت هذا الشتات وهذا المستوى العالي من الفساد ومن الاقتتال ومن الحروب ومن يعني الإفساد في مقدرات الدول وفي الأموال العمومية. والحالة الجزائرية خير مثال، هذا البلد الذي لعقود مقدرات مالية عملاقة ولكن لم ي... دكتور عبد النبي للأسف الصوت يتقطع من حين لآخر، سنحاول الاتصال بك من جديد. دكتور نهاد إسماعيل، الآن لإنقاذ هذه العمالة، لإنقاذ اليد العاملة خاصة في البلدان المتأثرة، البلدان التي تأثرت بالحروب، تأثرت بالنزاعات، تأثرت بالسياسات الداخلية والأزمات المالية أيضا، إذا ما الذي
يعني يجب أن يكون لتفعيل مخطط استراتيجي لإنقاذ اليد العاملة، لإنقاذ هذا المواطن الذي فعلا هو الذي يتأثر بالدرجة الأولى قبل الدول. في الواقع لا نأمل كثيرا أن الدول المتأثرة بذلك، لا سيما نتحدث عن دول العالم الثالث والدول وبعض الدول العربية، ربما لا تستطيع بذاتها أن تحل المشكلة حلا جذريا وتعالج أزمة البطالة وأزمة خسارة الوظائف وخسارة المداخيل إلى غير ذلك. إذن هناك حاجة لتعاون دولي في هذا المجال. في الأربعينات أو وسط الأربعينات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم تدمير اليابان تدميرا كاملا، وتدمير ألمانيا القوة الصناعية الهائلة حتى في ذلك الوقت تم تدميرها تدميرا كليا. تدخلت أمريكا بما يسمى خطة مارشال لإنقاذ أوروبا واليابان، وهي تخصيص مبالغ كبيرة من المال ومساعدات تقنية ومالية وغذائية إلى غير ذلك لإنقاذ تلك الدول. الآن ننظر أكثر الدول نجاحا في العالم صناعيا وتقنيا هي ألمانيا واليابان. لذلك علينا أن لا نيأس كثيرا. هذه الدول الفاشلة في العالم العربي والعالم الثالث يمكن إنقاذها. علينا على الدول الكبرى المتقدمة أن تتدخل بخطة تشبه. وهل أستاذ نهاد، هل هذه الدول المتقدمة لها استعداد على أن تقدم هذه الخطط التي كانت قد سبقت وقدمتها؟ هل لها استعداد، أو ما يحدث الآن هو قد يكون مفتعل و يعني قد هو يكون فعلا ما دعنا نقول أنه مفتعل من قبل هذه الدول لتفقير هذه الدول الفقيرة؟ نعم، هذه الدول المتقدمة الآن لديها أزمة لحل مشاكلها الذاتية، ولكن لديها برامج لمساعدة الدول الفقيرة. بريطانيا مثلا تخصص حوالي 1.5% من الدخل القومي لمساعدة الدول النامية، تقدم مساعدات للباكستان، للأردن، لدول في إفريقيا، وتقوم بدورها. ودول أخرى كذلك لديها برامج ما يسمى برامج التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية في دول العالم الثالث. لكن الآن العالم يمر بأزمة حادة جداً، عليهم مضاعفة الجهود لمساعدة تلك الدول. أصلاً من مصلحة أوروبا والدول المتقدمة أن تنقذ الدول الفقيرة، لأن معظم الهجرة والمشاكل التي تأتي إلى أوروبا تأتي بسبب الفقر، بسبب التخلف. يأتون إلى أوروبا ويخلقون عبء على الحكومات. إذن لتخفيف الهجرة إلى أوروبا سواء كان من إفريقيا أو من آسيا، هو أولا مساعدة تلك الدول على الوقوف على أقدامها بذاتها، مساعدتها زراعيا صناعيا تجاريا، شراء السلع منها بأسعار تجارية بأسعار معقولة وليس استغلاليا. يعني ممكن أخذ خطوات كثيرة لمساعدة تلك الدول. ولكن في المرحلة الحالية الدول الأوروبية منشغلة بالاعتناء بمواطنيها، نعم، وحل مشاكلهم، لكن على المدى البعيد جدا يجب مساعدة الدول الفقيرة بشرط كما تفضل الإخوان الضيوف أن الفساد المستشري، يجب القضاء على الفساد، يجب القضاء إيقاف تلك الحروب والنزاعات السياسية في تلك الدول، خلق الاستقرار عندما يكون في منطقة مستقرة تجذب الاستثمار الخارجي. لا يمكن للمشاريع الكبرى في أي مكان في العالم أن تنجح إلا إذا كان هناك جذب للاستثمار الأجنبي، شركات أجنبية كبرى تستثمر في تلك الدول وتخلق الوظائف وتبني المصانع كما فعل الصين مثلا. الصين
نمت بسبب وأصبحت قوة عظمى الآن بسبب الاستثمار الخارجي. مئات الشركات الأوروبية والأمريكية لها مصانع في الصين مثل أبل، آي بي إم، مايكروسوفت، وكلها شركات تستثمر في الدول التي فيها استقرار سياسي ولا يوجد فيها حروب. لذلك هذه الدول إذا أرادت أن تنقذ شعوبها عليها أن تقوم بإصلاحات داخلية هيكلية، إصلاح سياسي، إصلاح اقتصادي. حتى الدول الغنية العربية في الخليج العربي لم تهرب من الأزمة، وتأثرت كثيرا وخسرت لأنها تلقت ضربات كثيرة، تلقت ضربة انهيار أسعار النفط بسبب الكورونا، ثم إغلاقات الاقتصاد بسبب الكورونا، ورغم ذلك لا تزال واقفة بسبب الاحتياطات المالية الهائلة. ولكن في هناك دول لا تستطيع أن تقف على قدميها بسبب أنها داخل تدخل في حروب، كما رأينا في ليبيا، في اليمن، في سوريا، كذلك العراق. إلى إذن علينا ترتيب البيت الداخلي كما قلت سابقا. لا يمكن حل المشكلة بالضغط على الزر، وهذا يتطلب تضافر دولي، أي تدخل من صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك الدول العظمى، أمريكا، أوروبا، وبريطانيا، فرنسا، ألمانيا، واليابان، تتدخل لإنقاذ تلك الدول. لأن هذه على المدى البعيد هذه الدول هي الأسواق للمنتجات الأوروبية والأمريكية، ونريد هذه الدول أن تكون ناجحة. نعم، أكيد أكيد. أستاذ نهاد يبقى معنا. دكتور عبد النبي، فعلا ما تفضل به الأستاذ نهاد أمر معقول جدا. يجب على الدول الغنية، الدول الأوروبية ودول أمريكا أن تتضافر الجهود لمساعدة الدول الفقيرة أو الدول التي هي في طريق النمو. هل هناك استعداد إلى ذلك؟ أستاذ عبد النبي، لا نسمعك. المقاربة الوحيدة المتوفرة اليوم أستاذة، هل تسمعونني؟ نعم نسمعك جيدا، تفضل. المقاربة الوحيدة المتوفرة اليوم، لأننا في حالة مستعجلة يعني إخراج الدول النامية والدول الفقيرة من يعني التداعيات الخطيرة التي تعيشها من جراء هذه الجائحة، هي هذه المقاربة التي تتحدثون عنها، مقاربة المساعدة المالية من طرف المؤسسات الدولية المالية والدول المتقدمة الدائنة. يجب أن نعلم أن حوالي 90 دولة سائرة في طريق النمو خاصة من أفريقيا توجهت إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدات، وهذا الصندوق بالفعل يعني رفع من حجم ما يسمى ب يعني المقدرات المستعجلة التي يريد أن يقدمها للدول، وأوقف يعني كل ما يسمى بواجبات السداد الحاصلة اليوم على هذه الدول، وطلب حتى من الدول المدينة كالصين التي أصبحت اليوم أحد أهم الدول المدينة في على المستوى العالمي، فطلب منها أيضا وقف يعني استخلاص فوائد الديون من طرف هذه الدول. فإذا هذه المقاربة هي المقاربة المتوفرة اليوم، لأنه لا يمكن في 3 أشهر أو 4 أشهر أن تطلق الصناعة وتطلق التجارة والاستثمار والمقاولة في هذه الدول. اليوم هذه الدول تحتاج إلى المساعدة، وهو ما يمكن فقط القيام به. وفعلا هناك عدد من يعني المساعدات التي تم تقديمها للدول من أجل يعني مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها. وفي هذا الإطار يعني أظن أن الدول العربية خاصة دول الخليج التي تتوفر على يعني مقدرات مالية هائلة جدا، هناك الصناديق السيادية في قطر، في الإمارات العربية المتحدة، في السعودية، هذه الصناديق أنا أظن أنها يجب أن تقدم دعم للدول العربية
بناء على رابطة الأخوة ورابطة الانتماء إلى هذه الأمة العربية الإسلامية، من أجل أن تساعد الدول اليوم التي هي في حاجة للمساعدة، يعني لمواجهة تداعيات هذه الجائحة. فإذا أنا أوافقكم رأي سيدتي، اليوم لا مخرج عن مقاربة المساعدة من المؤسسات الدولية المالية، والمساعدة من طرف الدول المتقدمة على المستوى المالي، ولكن أيضا حتى فيما يتعلق بالجانب الصحي. لا يجب أن تبقى الدول الفقيرة والدول الضعيفة والدول السائرة في طريق النمو خارج يعني السباق اليوم القائم من أجل توفير الأمصار وتوفير يعني البنيات التحتية لمواجهة هذه الجائحة، وأسرة الإنعاش، يعني أجهزة التنفس الاصطناعي. لا بد من تقديم المساعدة لهذه لكن يا دكتور عبد النبي، كيف هذه البلدان العربية والدول العربية المتطورة والغنية كيف تقدم المساعدة لهذه البلدان الفقيرة، خاصة إذا تحدثنا، إذا أعطينا نموذج اليمن الذي هو مهدد بكارثة إنسانية، يعيش صراعات ونزاعات جراء هذه الحروب الداخلية، والتحالف العربي، نحن نعلم التحالف العربي الذي يقوده السعودية وتقوده الإمارات، هذه الدول لها تأثير على ما يحدث الآن في اليمن مثلا، يعني كيف يمكن إنقاذ هذا البلد مثلا من الكارثة الإنسانية التي تهدده؟ يا سيدتي، هذا البلد هو في حالة حرب، وضحية حرب لم يطلبها ولم يرغب فيها، هو ضحية يعني قراءة جيوستراتيجية للعلاقات بين الدول في الشرق الأوسط، قراءة خاطئة في نظري. أنا من المقتنعين منذ مدة بأن هذا الصراع الإثني، هذا الصراع الديني الحاصل اليوم في الشرق الأوسط بين الإسلام السني والإسلام الشيعي هو لا يخدم الأمة العربية الإسلامية، وهذا خطأ يعني للأسف أدينا فاتورة كبيرة بسببه وبسبب هذا الصراع الذي اليوم مزق الأمة الإسلامية وجعل من جهة إيران والقطب الشيعي في مواجهة مع القطب السني في البحرين، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن. ومن من من شأن هذا الصراع أن يتوسع بطبيعة الحال ويزداد شراسة، وأن تكون له تداعيات أكثر دمارا على الأمة العربية الإسلامية. وأنا في تقديري هذا الصراع هو صراع خطأ، وأعداء الأمة العربية الإسلامية ليسوا يعني الطوائف الدينية أو المعتقدات الدينية التي تفرق بيننا، ولكن عدونا هو، والتخلف عدونا هو، يعني التقدم الذي يجب أن نحقق عدونا هو هذا الكيان الصهيوني الغاصب الذي يعتدي على السنة من جهة وعلى الشيعة من جهة، وهو يضرب لبنان ويضرب سوريا، ولكن أيضا يضرب فلسطين يعني تهجم في حروب متعددة على مصر إلى غير ذلك. فنحتاج في العالم العربي والإسلامي أن نعيد مسألة الوحدة ومسألة وحدة المصير، يعني سلم الأولويات. وفي نظري هذا هو الباب الكبير لنجعل من الأمة العربية وحدة قوة، ونجعل يعني الدول القوية فيها تساعد القوى الدول الضعيفة بطبيعة الحال. والحديث هنا عن اليمن. دكتور عبد النبي أبو العرب، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرباط. أعود إلى ضيفي الدكتور أحمد طرطار. دكتور أحمد، نحن نعلم أن هذا الفيروس كبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، أرقام مفزعة فعلا، خاصة ما يتعلق بقطاع العمل. ما دفع الدول الكبرى حول العالم إلى طرح برامج لحماية سوق العمل فيها ودعم المواطنين والمواطنين وموظفين في القطاعين العام والخاص. ماذا فعلت الدول العربية، دول المغرب العربي بالدرجة الأولى الجزائر؟ للأسف الشديد أستاذ، يعني دول المغرب العربي لا زالت في هذه الساعة تترنح تحت صدمة تأثيرات الوباء،
ما زالت لحد الساعة موجهة كل جهودها إلى الجانب الصحي أكثر من أي جهد آخر. طبعا بالإضافة إلى أنه عدم الملاءة المالية اللي مرت بها بلدان المغرب العربي الثلاثة أو الأربعة، مع الحقيقة ليبيا راح في صراع مع نفسها، تونس أيضا هناك حراك سياسي مختلف وتناطحات سياسية للأسف الشديد لم تطرف يعني الأمور على نصابها. بقاعة المغرب والجزائر أيضا مروا بفترة يعني نقدر نقول أزمات اقتصادية خانقة، وبالتالي لا يمكن أن لم يتم التفكير مطلقا في تعويضات العاملين والمحافظة على مناصب عملهم القارة سواء عند القطاع الخاص أو عند القطاع العام، وإنما كل ما يعني استحدث من سياسات هو محاولة تعويض بعض الأنشطة مثل ما حدث عندنا في الجزائر، تعويض أنشطة النقل مثلا بقيم رمزية سواء بالنسبة لأصحاب العربات والحافلات أو للسائقين أو للعمال نقول المكملين للوظيفة، لكن بقية الأنشطة لا حديث عنها مطلقا، وكأن الاقتصاد مبني فقط على جزئية النقل. الاقتصاد هو كل متكامل، وما نشاط النقل إلا جزئية بسيطة من كل الأنشطة الكلية. هناك أنشطة في المجال الزراعي لا تحصى ولا تعد، هناك أنشطة في المجال السياحي لا تحصى ولا تعد، هناك أنشطة في المجال الطاقوي في المجال المختلفة في مجال الخدمات واللي ربما تطفو على كل الأنشطة، لكن للأسف الشديد لحد الساعة ما زال كل الجهود موجهة فقط لنقدر نقول المجابهة الصحية للفيروس دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية اللي ترتبط على هذا الفيروس، لأنها ما يتعلق منها قضية البطالة وفقدان مناصب الشغل للأسف الشديد. وهذا ربما راح يخلي هذه الحكومات من الآن فصاعدا أنها تحاول ترسم السياسات اللي هي من شأنها أن تعوض مثل هكذا كوارث أو مطبات تقع فيها، ولا تركز فقط على الأبعاد الصحية أو الأبعاد النفسية بقدر ما تركز على كل الأبعاد مكتملة، بعدها الاقتصادي، بعدها الاجتماعي، بعدها النفسي، يعني انعكاساتها على ربما لاحقا، وبالتالي تبني استراتيجية قائمة، وهذه الاستراتيجية هي اللي ربما تخرجها من هذه البوتة. للأسف الشديد الآن يعني كأننا نروح مكاننا، ما كانش هناك سياسة واضحة لما بعد كورونا على الأقل. معليش الآن رانا في وضعية كورونا، في وضعية توقف أنشطة، في وضعية بطالة منها ما هي المقنعة ومنها ما هي الاضطرارية إلى آخره، لكن ما بعد كورونا الآن هل يمكن معاودة نشاط بنفس الكيفية التي كانت عليه السابق؟ يعني دكتور أحمد، دكتور أحمد طرطال معذرة على المقاطعة، الآن أزمة كورونا أضفت على ظلالها على الحياة الاقتصادية، وتأثيرها كان واضحا وبارزا ومؤثرا فعلا بأرقام مذهلة. هذا الوباء سيأخذ ربما سنة أو سنتين حتى يتم إيجاد اللقاح، لكن أثره أثرت سلبا على المواطن. إلى متى يبقى هذا المواطن يتكبد هذه الآثار، تبقى الدول في طريق إيجاد تخطيط أو خطط على المدى القصير؟ هو للأسف الشديد هذا هو دليل حديثنا الآن، يعني نحن الآن نتضرع لله سبحانه وتعالى أن نفكنا من هذه الضائقة، من هذا الوباء، وبعد ذلك نتكلم على ماذا قدمت حكوماتنا لمجابهة هذا الوباء، سواء أثناء تواجد الآن واللي ربما راح يستمر على سنة أو سنتين كما تفضلتي، وربما سينتهي بعد حين، لكن ما هي الاستراتيجية اللي تبنيها هذه الحكومات؟ ونحن نعرف أن اقتصادنا للأسف الشديد نحن نصف بالموارد سواء في منطقتنا في المغرب العربي ولا في المنطقة العربية برمتها، نزخر برادات النفط اللي كانت ربما تشكل أموال قائلة للخزينة العمومية بالنسبة لهذه الدول، لكن لم يتم التصرف فيها التصرف الجيد، ولم يتم استحداث ما يسمى بالحسابات اللي هي من شأنها أن تواجه مثل هكذا طوارئ، وتم توظيف الأموال في غير محلها، تم إهدار هذه الأموال في غير محلها، وتم بالعكس مرافقتها من خلال العديد يعني طرق الفساد اللي بشرتها
هذه الحكومات المتعاقبة على هذه الدول وعلى هذه المنطقة للأسف الشديد. نعم. ولم يتم لحد الساعة التنبؤ بإمكانية الخروج السلس من تأثيرات هذا الوباء، وما هي الاستراتيجيات التي ستبنى لاحقا. هل هناك مثلا إمكانية الآن شبابنا ينفر أستاذة، ينفر من ديارنا ويذهب صوب أوروبا، هل هناك إمكانية للعودة إلى ما كانت عليه العلاقات بيننا وبين أوروبا ومحاولة ترسيم هؤلاء لدى الاقتصاد الأوروبي بطريقة يعني أولا تضمن كرامتهم، تضمن أولا حصولهم على كل حقوقهم، مدير للأسف الشديد وكأننا نحن عندنا ما يسمى بين قوسين عندنا في اللغة تاعنا بالغاشي يعني اللا معرف، شبه الشعوب اللا معرفة تذهب تموت في البحر، ومن يصل وما يلاقي الأمرين جراء عدم يعني التصرف معه من قبل الحكومة الوافدة إليها في الفرصة للأسف الشديد. نعم. وهذا كل لأنه ما عندناش موقف واضح وثابت من هذه القضايا في سياق علاقاتنا مع هذه الدول، في سياق ارتباطاتنا سواء من خلال الارتباط التاريخي جراء الاستعمار الغير، ولا ارتباطاتنا الحالية من خلال العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية للأسف الشديد. هذا دكتور أحمد، دكتور كان قد تفضل الأستاذ نهاد وطرح نقطة مهمة هي مساعدة وحاجة الدول الفقيرة، الدول النامية إلى الدول الغنية، يعني يجب أن يكون هناك تعاون خارجي، تعاون دولي إن صح التعبير، لإيجاد خطة استراتيجية لمساعدة هذه الدول. هل هذا سيكون له تأثير على المديونية الخارجية أو إغراق هذه الدول مجددا في ديون خارجية، أو كيف سيكون الوضع بعد ذلك؟ نعم، والحقيقة أستاذ هنا كنت كلمة نسمع في كلام الزميل، لكن هنا لازم المنظمات الدولية خاصة المنظمة المتحدة، المنظمة العالمية للصحة، المنظمة العالمية للغذاء، يعني من بحث عن المنظمة الأممية لازم يكون واعي بخطورة هذا الأمر، ولازم يبعث نوع من الصناديق اللي من شأنها أن تعوض خاصة بلدان العالم الثالث جراء هذه الكارثة، مثل ما حدث في 64 لما تم إنشاء الصندوق الخاص بالدول السائرة في طريق النمو على غرار صندوق النقد الدولي، على غرار السياسات اللي يفرضها هذا الصندوق، ولا اللي يفرضها بنك الإنشاء والتعمير، ولا اللي يفرضها منظمة الإدارة السابقة اللي أصبحت فيما بعد دول شيء. الآن لابد من منظمة الأمم المتحدة تحديدا ومعها الهيئات التابعة لها أنها تبحث في سياق يعني التفاعل بين الدول الغنية والفقيرة على ميكانيزمات جديدة من شأنها أن تخفف من وطأة هذا الوباء على الدول الناشئة أو السائرة في طريق النمو، وفي ذلك الحين تعطي أريحية فيما يتعلق بارتباطات هذه الدول مع الدول المتقدمة، سواء ما يتعلق منها بالديون أو إعادة جدول الديون، وربما التفويض حتى في بعض الديون. وهذا في الحقيقة يجي نتيجة نقدر نقول تفاوض جماعي، ما يجيش بتفاوض انفرادي. لازم ايضا منطقتنا العربيه انها تاخذ زمام الامور وترجع الى ما كانت عليه، وتحاول انها تفرض سياساتها وتفرض رؤاها في المنظمات الامميه، كذلك منطقه افريقيا او دول افريقيا او دول المنظمه تحت الوحده الافريقيه او الاتحاد الافريقي حاليا، ومنظمه المنظمه الاسيويه المعروفه في دول غرب اسيا الى اخره. هذه كلها لازم تكون في عماد مع مجموعه الثمانيه أو مجموعة العشرين، بما يؤدي إلى إيجاد سياسات توافق من شأنها أن تمكن هذه الدول الفقيرة من الحصول على مساعدات من لدى الدول القادية المتقدمة والدول الغنية، في ذات الحين تخفف من وطأة إرهاصات هذا الوباء وإرهاصات السياسات العرجة اللي قامت بها حكومتها المتعاقبة من خلال يعني ثقل المديونية، وبالتالي تحاول تخفف من هذه المديونية وما إرهاصات المديونية اللي هي الفوائد المتراكمة واللي هي ارتبطت بها من خلال إعادة جدولها وغيرها من الأشياء. دكتور أحمد طرطار الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الجزائر. انضم إلي الآن الأستاذ ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي معنا من باريس. أستاذ ناصر أهلا بك. كما نعلم أن وباء كورونا ألقى بظلاله الثقيلة
على الوظائف والعمالة بشكل أكبر مما كان يخشى في السابق حسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة منظمة العمل الدولية. خسارة مئات الملايين من الوظائف، العمال تحت وطأة تراجع هائل في مداخلهم، العمال خاصة في البلدان النامية والناشئة، خصوصا أولئك الذين هم يعملون في وظائف غير رسمية تضرروا بشكل كبير مقارنة بأزمات أخرى. كيف ترى الآن أو ما السبيل إلى إنقاذ هذه العمالة؟ نعم، تحياتي لكم. يعني أعتقد بأن السبيل الأول هو أن يكون هناك تشجيع للاستثمارات وتشجيع لعودة قطاعات العمل مع اتباع الإجراءات الصحية أو إجراءات الحذر بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. ولكن أيضا المشكلة بأن الدول لا تنسق مع بعضها البعض في موضوع يعني فتح الاقتصاد وأيضا في آلية المشاريع التي يجب أن تدار الآن. يعني الآن هناك تحول في دعينا نقول العمالة أو أن يكون هناك القطاعات التي تستوعب العمالة. هناك الآن مثلا زيادة في القطاع التكنولوجي، زيادة في شركات الخدمات مثل أمازون مثل غيرها، زيادة في الشركات التي تتبع العمل عن بعد. كل هذه المشاريع ربما يجب على الحكومات تشجيع هذه المشاريع، ولكن هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى أعوام قادمة. الحل الأساسي السريع هو بإعانة هذه الفئة سواء كان بتقديم القروض أو بتقديم التعويضات والمساعدات حتى في الدول الفقيرة التي لا تستطيع ذلك. حتى لو اتجهت إلى صندوق النقد الدولي يجب عليها أن تقوم بهذا الأمر، لأن هذه الفئة العاملة خاصة أو المهنية دعينا نقول لا يوجد لديها قدرة كبيرة على تحمل توقف عن العمل لفترة طويلة، وهذا سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية حتى أكبر لا تريد هذه الحكومات أو لا تريد هذه الدول الدخول فيها. بالتالي يجب علينا الآن أن يكون هناك اتجاه نحو تشجيع هذه الاستثمارات أو تشجيع هذه القروض. نعم أستاذ ناصر، كانت طلبت ياتا من الحكومات تقديم دعم مالي مباشر وضمان قروض وإعفاء ضريبي واتخاذ إجراءات أخرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعني كم دولة استجابت لهذا الطلب، خاصة إذا تحدثنا عن الدول الفقيرة، الدول العالم الثالث، دول المغرب العربي التي هي في الأصل غنية، الدول العربية أيضا التي تتمتع بثروات فعلا تمكنها أن يكون اقتصادها من أكبر الاقتصاديات. كيف يكون هذه المساعدات؟ والآن الظرف مستعجل، نريد خطة عملية أو استراتيجية في على المدى القصير. يعني دعيني أقول الخطة السريعة من وجهة نظري الآن هي أمرين. الأمر الأول أن تخصص هذه الحكومات مبالغ من ميزانيتها لمساعدة الطبقة العاملة بتعويضهم أقل رقم 80% من رواتبها. هذه الأرقام حتى لو اضطرت الحكومات يمكن أن تتجه إلى صندوق النقد الدولي وتقترض. أن تنتظر الحكومات الدول بأن تساعد بعضها البعض هذا لن يحدث، لأننا في عصر العولمة وفي عصر يبدو بأن آليات التعاون هي أبعد شيء، ولكن القروض طويلة الأمد قد تكون الحل. الحل الثاني بأن تقوم أيضا الحكومات بتشجيع قطاعات العمل عن بعد، يعني سواء كان داخليا أو حتى فتح مجال أو فتح خلق مجال للشركات التي تعمل عن بعد العالمية للاستثمار في هذه البلدان سريعا. هذا هو الحل الوحيد الآن. أي حلول أخرى ستكون طويلة الأمد وتحتاج إلى سنوات، وهذه الفئة العاملة لا تستطيع أن تحتمل ذلك. حتى فئة الموظفين، دعينا نقول الفئة المتوسطة بالعرف، هذه الفئة المتوسطة لا تستطيع أيضا أن تحتمل توقف عن العمل لمدة طويلة. يعني مثلا أعطيك مثال، هنا في فرنسا في خلال 6 أشهر كان معظم الفرنسيين يدخلون في أزمات اقتصادية على الرغم من وجود قانون البطالة، ولكن قانون البطالة يعوض مثلا حوالي 40-50% من الراتب. هذه مشكلة أيضا بالنسبة لكل دول العالم. بالتالي الحكومات أو دعنا نقول الدول تعول أو عولت على عودة الاقتصاد سريعا، بمعنى أنها فترة حجر 3-4 أشهر وسنعود إلى طبيعة الاقتصاد. هذا لم يحدث، ويبدو بأننا أمام موجة أخرى. يعني مثلا بريطانيا طلبت من الموظفين العمل في البيت إذا استطاعوا ذلك لمدة 6 أشهر أخرى، ونحن قاب قوسين أو أدنى من أزمة أخرى.
أو أن يكون هناك خيارات أخرى بالتعامل مع أزمة كورونا، ولكن هذه الخيارات هي بعيدة بالنسبة للحكومات بأن تتقبل الخسائر مهما كانت وتفتح الاقتصاد على مصراعيه. هذا يبدو بأنه لم يحدث. نعم أستاذ ناصر، يعني نحن نعلم أن الدول المتطورة أثرت تأثيرا كبيرا أيضا على أثرت جائحة كورونا على اقتصادها أيضا، لكن إذا تحدثنا عن الدول الفقيرة، الدول التي هي في طريق النمو، يعني هناك عدد كبير من الأشخاص والمواطنين يعتمد دخلهم على يعني دخل اليومي، ليس لهم وظائف رسمية، ليست لهم وظائف حكومية، يعني يتقاضون أجرها شهريا. هؤلاء الأشخاص الذين هم يتأثرون بالدرجة الأولى وأثرت عليهم هذه الأزمة بالدرجة الأولى، ما السبيل إلى إيجاد حل لهؤلاء؟ يعني على الحكومات أن تضع في استراتيجيتها خطط مستعجلة وخطط رئيسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ما تعليقك أستاذ ناصر؟ للأسف فقدنا الاتصال بالأستاذ ناصر. أعود إلى ضيفي الأستاذ نهاد. أستاذ نهاد، كما كنت قد تحدثت مع ضيفي الأستاذ ناصر، للأسف لم يكن يسمعنا، السؤال كان موجه إليه، يعني هذه الدول الفقيرة التي فعلا المواطن البسيط هو من يدفع ثمن أخطاء الدول أو ثمن أخطاء الحكومات، هناك مواطنون يعني لا يتوفر لهم دخلهم اليومي أو قوت يومهم وتأثروا بالدرجة الأولى من هذه الجائحة، ما السبيل إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وما هي خطط الحكومات التي يجب أن تضعها في الحسبان على المدى القصير؟ على هذه الدول أن تقدم بطلب إلى الأمم المتحدة. كان هناك مؤتمر قبل عدة أيام وحضره السكرتير الأمين العام للأمم المتحدة، وقال أن على الدول الكبرى المتقدمة أن تنقذ الدول الضعيفة الفقيرة في هذه المرحلة الصعبة. لذا كما قلنا سابقا يجب أن يكون هناك تضافر دولي وتعاون دولي، ويكون في رأس الحربة في المقدمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، أن تتقدم برزمة أو بمجموعة إجراءات إنقاذية، منها توفير المال والخبرات التقنية والصحية. الآن الحل السريع يكمن في أمر لا هو مالي ولا هو اقتصادي، هو العثور على لقاح فعال مضاد للكورونا ويكون آمنا أيضا. ويبدو أن هناك تقدم في هذا المجال، حيث أن شركة أمريكية جونسون أند جونسون الآن تجري تجارب لقاح جديد على البشر، وكذلك أكسفورد وشركة جامعة أكسفورد مع شركة فايزر أيضا تجري تجارب بشرية. لذا من الممكن أنه قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل قد نشرف على وجود لقاح آمن وفعال وتنتهي الأزمة. لكن في الوقت السريع الآن يجب خلق صندوق لدعم من يفقدون وظائفهم، لمن يفقدون دخلهم اليومي، لأن البديل هو المجاعة والفقر المدقع لملايين من البشر، وهذا طبعا عار على العالم وعلى المجتمع الدولي، أنه في الوقت الذي يرسلون فيه مركبات إلى المريخ وإلى الفضاء يهملون الناس على الأرض الذين يموتون جوعا بسبب لأسباب عديدة. الكورونا هي أحد الأسباب، ولكن الفقر كان معنا من سنوات طويلة، والفساد من 50 عاما أو أكثر، وكذلك عدم الاستقرار السياسي. نريد استقرار سياسي واقتصادي وإصلاحات لجذب الاستثمار وخلق الوظائف، ولكن على المدى السريع خلق صندوق مساعدات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في الدول الغير قادرة
على الاعتناء بمواطنيها، وهي دول طبعا فاشلة، ولكن يجب مساعدتها الآن، لأنه ليس وقت المحاسبة، هو وقت إنقاذ الأرواح. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بريطانيا. أعود لضيفي الأستاذ ناصر زهير الذي عاد إلينا. أستاذ ناصر، كان سؤال موجه إليك، نتحدث عن هؤلاء الأشخاص الذين هم متضررون بالدرجة الأولى، المواطنون الذين يعتمد رزقهم على قوتهم اليومي، يعني الذين لا يتوفر لهم يعني وظائف حكومية، وظائف يتقاضون من خلالها راتبهم، شهر تأثروا بالدرجة الأولى بهذه الجائحة. دكتور نهاد كان تحدث عن أنه يجب أن يكون هناك أو خلق صندوق مساعدات، صندوق دولي لهؤلاء الأشخاص، ما تعليقك؟ يعني الفكرة جيدة، ولكن هل سيتم تطبيقها؟ أعتقد لا، لأن على مستوى مثلا هنا الاتحاد الأوروبي، الدول التي هي متعاونة مع بعضها الأنساب، كان هناك خلافات كبيرة حول إقرار صندوق لمساعدة الدول الفقيرة، وجزء من هذا الصندوق كان لنسب الإقراض. الحديث عن هذا الصندوق للمساعدة أعتقد بأنه سيطول، وسيكون هناك مدة زمنية. إذا تحقق سيكون جيدا، ستكون فكرة جيدة، ولكن الأهم الآن بالنسبة للحكومات التي تعاني من هذه المشكلة، إما تأمين من الميزانية مبالغ مخصصة لمساعدة الموظفين أو الفئة العاملة، أو أن تتجه مباشرة إلى الإقراض، ومن ثم يتم التفاوض على هذا الإقراض. سيكون طويل الأمد، كيف ستكون آليات التسديد، هل سيكون هناك مثلا منح إسقاط للديون، كل ذلك يمكن الحديث عنه لاحقا، ولكن أن تبقى هذه الحكومات تنتظر، هنا ستكمن المشكلة. واضح واضح، أشكرك جزيل الشكر أستاذ ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس. انضم إلي الآن الأستاذ رضا أشكندالي، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد. أهلا بك أستاذ رضا. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا استاذ رضا. كلفه اقتصاديه وكبدتها فعلا جائحه كورونا، الاقتصاد يحتضر، تأثيرها على العالم العربي كان بالدرجة الأولى، خاصة البلدان التي يعتمد اقتصادها على السياحة، تونس من بين البلدان التي يعتمد اقتصادها على السياحة، وتأثرت بالدرجة الأولى جراء هذه الجائحة. ما السبيل إلى إنقاذ العمالة في هذه البلدان؟ نعم، هو في الحقيقة ليس الكوفيد الصحي هو المتسبب الوحيد في هذا التراجع للنمو الاقتصادي، وعندما يتراجع النمو الاقتصادي تتراجع العمالة وتكثر البطالة في الدول العربية. تونس تقريبا في النصف الثاني، في الثلاثي الثاني من هذه السنة، نسبة النمو الاقتصادي تراجعت ب 21.6%، وتشير التقديرات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن هذا التراجع لا يكون أكثر من 4 أو 5% إذا اعتمدنا فقط تأثير الكوفيد 19، وبالتالي هناك فيروسات أخرى هي التي تنخر في الاقتصاد التونسي. هناك الكوفيد السياسي، عدم الاستقرار السياسي وغياب الثقة بين رؤوس السلطة، بين رئيس الحكومة، رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، وكذلك غياب الثقة بين أهم الأحزاب المكونة للبرلمان التونسي. وعندما تفتقد الثقة لا يمكن بناء الاقتصاد. المستثمر يستثمر في الثقة، وبالتالي ليس هناك ثقة المستثمر لا يستثمر. كذلك هناك عامل ثالث علاوة على الكوفيد الصحي والكوفيد السياسي، هناك الكوفيد الاجتماعي، هناك عزوف عن العمل في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، وكذلك هناك غلق حقول النفط وحقول الفوسفات، وبالتالي هناك عدم استقرار اجتماعي لا يشجع المستثمر على الاستثمار، والدولة هي المتسببة الأولى
في هذا الكوفيد الاجتماعي، بما أنها لا بما أنها لا ليست قادرة على فرض القانون في المؤسسات العمومية وكذلك في الوظيفة العمومية حيث تكثر الغيابات. علاوة على العوامل الثلاثة، الكوفيد الصحي والكوفيد السياسي والكوفيد الاجتماعي، هناك ثلاث سياسات اقتصادية لم نتوفق في انتهاجها بالكيفية الحسنة. السياسة النقدية، الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة أضر بصورة مباشرة على الاستثمار الخاص وبالتالي على النمو الاقتصادي وعلى البطالة العمالة. وكذلك السياسة الصرف المرنة والتي أدت إلى تراجع كبير في الدينار التونسي كانت هي كذلك المتسببة في هذا التراجع للنمو الاقتصادي. وأخيرا السياسة الجبائية التوسعية، حيث كانت نسبة الضغط الجبائي في 2010 حوالي 20%، أصبحت الآن 25%، وبالتالي هذه السياسات هي سياسات خانقة للاستثمار الخاص، خانقة للنمو، وبالتالي خانقة للتشغيل، حيث تسهم في ارتفاع البطالة. نعم أستاذ رضا، يعني نفهم من كلامك أن هناك فشل داخلي، فشل سياسي، سوء إدارة، سوء تخطيط يدفع ثمنه المواطن البسيط. الآن سؤال مطروح، يعني ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من تداعيات الجائحة، الجائحة الاقتصادية والجائحة السياسية والجائحة الاجتماعية كما تفضلت أستاذ رضا؟ الجائحة الصحية هي مهمة وزارة الصحة أساسا، وبالتالي لابد من الترفيع في ميزانية وزارة الصحة. الكوفيد السياسي، أعتقد أن حكومة المشيشي الحالية الجديدة هي قادرة على إرجاع الثقة بين خاصة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، بما أنه المشيشي كان مستشارا لرئيس الجمهورية وأعطى الرئيس الجمهورية ثقته في المشيشي، وبالتالي لابد للمشيشي كمهمة أولى صعبة أن يعيد الثقة بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، وبالتالي نطمح من خلال هذه المهمة إلى استرجاع الاستقرار السياسي، وبالتالي يستقر البرلمان، خاصة وأنه المعارضة في البرلمان هي موالية لرئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن أن يعاد الاستقرار في البرلمان بإعادة الثقة بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية. بالنسبة للجائحة الاجتماعية، أعتقد أن الدولة لابد لها أن تعطي المثل، لابد أن تكون قدوة في فرض القانون في مؤسساتها، في الوظيفة العمومية، في المؤسسات العمومية. عندها سينضبط المواطن التونسي ولا يغلق حقول النفط والفوسفات، لكن الدولة هي التي تعطي المثال السيء. الدولة هي التي تشرع حتى القوانين السيئة التي تشجع على الكسل، هي التي أنجبت قوانين مثل الحظائر، مثل المؤسسات البيئة، والتي تعطي أجورا بدون مقابل عمل، وبالتالي الدولة تشرع للكسل وللتواكل. وبالتالي الدولة لابد لها أن تعطي المثل، وأعتقد أنه المشيشي وهو ابن الإدارة يمكن أن يلعب دورا هاما في هذه المهمة. علاوة على ذلك، لابد من القطع مع السياسات التي ذكرتها، والتي لابد واضح أن يعني أن نقف أن نوقف هذه السياسات حتى يقف النزيف، لأن هذه السياسات هي التي هي المتسببة الأولى في تراجع كبير واضح على مستوى الاستثمار الخاص، وأقصد الزيادات المتكررة نسبة الفائدة، الزيادات المتكررة للأداءات، وسياسة الصرف التي أدت إلى تراجع كبير لقيمة الدينار التونسي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رضا أشكندالي، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، كنت معنا من تونس. الشكر موصول إلى ضيوف الكرام، الأستاذ نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي كان معنا من بريطانيا، الدكتور عبد النبي أبو العرب الأستاذ الجامعي في الاقتصاد كان معنا من الرباط، والدكتور أحمد طرطار الأستاذ الجامعي كان معنا من الجزائر، والأستاذ ناصر زهير
الباحث في الاقتصاد في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي كان معنا من باريس. الشكر موصول إليكم مشاهدينا على المتابعة والإصغاء. ألقاكم بألف خير وفي أمان الله.